في مشروع قومي مستقبلي لمصر. لما يتفتح هيكون شيء تاريخي، ان احنا جينا هنا شفنا الحفر وشفنا الخليج في توقيت عز الظهر، حاجه تخلينا يبقى عندنا طاقه للوطن، طاقه ان احنا نشتغل كل حاجه. حضرتك حاسس بايه النهارده؟ حاسس باحساس النجاح للوطن المصري اللي احنا محتاجينه. دور وزاره الشباب احنا موجودين اهو، احنا موجودين النهارده عشان نقول للشباب يلا دي مشروعات مصر اهي، كلنا بنؤيد، كلنا بنشتغل، وكلنا لازم نبقى مشاركين بكل واحد طاقته. مشروع فتح الاستثمارات لازم نشارك، يعني حاجه ما نقدرش نتكلم فيها كتير ونعجز احنا نتكلم فيها بالقلب. يعني هيكون في زيارات الفتره الجايه برضه؟ زيارات ومشاركات كتير زي ما انت شايف، يعني احنا مش بس الوزاره النهارده، في ناس اساسا احنا جايين داخلين من غير ما يكون فيها مجموعات رسميه، يكونوا فرحانين. يعني